القوات المتراصة أي جيش التحرير الشعبي الصحراوي تحمل شعارات اللاهي الذين طبعا يقاومون في هذا اليوم الخالد نحيي وبحرارة مع كامل الشكر والتقدير والامتنان كل الأشقاء والخلفاء والأصدقاء في كل أصقاع العالم الذين ساندوا ويساندون كفاح شعبنا العادل وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة. وهذه الاندفاع الشعبي لكل نساء رجال شيوخ جيش مدنيين الناس كاملة جاية باش تخلد هذه الذكرى العظيمة. تحيا الصحراء الغربية ويحيا الشعب الصحراوي ويحيا الجيش الصحراوي وإن شاء الله العام القادم يكون بإذن الله ليس للذكرى 51 وإنما الاستقلال.